مرحبا ويعطيكم العافية. هذا رح يكون آخر فيديو بخصوص chapter 17، وبيحكي عن ال sound changes، وكمان رح يجي عنا syntactic changes. طيب، تغيرات في الأصوات. بس إحنا حكينا قبل إنه صار عندي في اللي هي الميدل إنجليش وتغيرت للمودرن إنجليش، وهيك صار في عندي كثير تغيرات في اللغة. هاي كلها أدت لعندي كمان يصير في عندي بعض التغيرات في الأصوات. هسا التغيرات هاي في الأصوات انقسمت عندي لست محاور رئيسية تقريبا. في عندي sound loss والsilent letters والthe absent of هذا الصوت اللي هو خ، تمام، وفي الميتاثيسيس والإبانثيسيس والبروثيسيس، تمام. أول إشي بنبلش فيها اللي هي sound loss. إيش يعني sound loss؟ sound loss اللي هو بيختفي عندي بعض الأصوات من اللفظ والنطق، يعني في بعض الكلمات خلص في أصوات بتكون موجودة فهي بتروح. زي إيش؟ مثال، في عندي صوت الها في الأولد إنجليش كان في عندي كلمة تكون مثلاً held أو hold زي هيك، بتصير صارت عندي في المودرن إنجليش راح عندي صوت الها وضل عندي كلمة loud. أو مثلا Hellford في Old English وبيضل عندي إيش اللي هي كلمة lord. فأنا عندي في sound loss أنا بخسر الصوت وكتابته، خلص الصوت كله بيبطل موجود ولا بكتبه ولا بحكي. طيب، في عندي كمان شغلة تتفرع من اللي هي sound loss نقدر نحكي عنها اللي هي silent letters، هي الأحرف الصامتة. إيش يعني silent letters؟ silent letters يا جماعة الخير اللي هو بتكون عندي أنا بخسر الأصوات بس بحافظ على الحروف، يعني أنا ما بحكي، أنا خسرت الصوت بس الحرف ضل عندي زي ما هو. كيف يعني؟ أنا أخذ مثال على هيك، زي لما يجي عندي الصوت اللي هو بيكون filler stop، زي عندي الك والجا، لما ييجوا هاي الأصوات قبل صوت نيزل اللي هو النا، فأنا هون بصير عندي صوت سايلنت وما بلفظه بس بضل مكتوب. زي كيف؟ عندي مثال، لما أنا أحكي كلمة ني، تمام، أنا هون بحكي الكا وبحكي ما بحكي الكا، يا ربي، الكا سايلنت والنا بحكيها، بحكي ني أو بحكي هون هاي نو، تمام. فأنا هون في عندي هاي الكلمات أجي عندي صوت الكا والقا قبل صوت نيزل، وإحنا هون خلص فقدنا، يعني ما بنلفظهم بس إيش بنكتبهم. طيب، في عندي صوت إله برضو حال الحال اللي هو the absent of الصوت هذا اللي هو هون خا. إيش يعني هذا الصوت؟ هو أول إشي velar fricative، تمام، وكان هذا الصوت في الأولد يعني لانجويج زمان كان ينحكى أو ينلفظ، يعني مثلا هاي تنلفظ نخت، أقرب لعندي لمثلا اللي هو الجيرمن برونانسيشنز، الألمانيين في عندهم صوت الخاء، ففي بيشبه لفظ كلمة نخت في الألمانية، تمام. بس مع مرور الوقت والتطور أنا اختفى عندي صوت الخاء هذا كله راح. فشو صار في عندي؟ شو صارت الكلمات؟ صارت عندي الكلمة زي لما تجيني night، هاي تلفظ night بدون ما يكون عندي هذول ما يعطوني صوت خ. فأنا هون this consonant is no longer found or used in the modern English، خلص هذا الصوت نهائي، يعني هسه مستحيل إنه ما بنلاقي كلمات بنستعمل فيها صوت الخ، خلص هو بطل مستعمل ولا موجود عندي. نكمل، نيجينا لعند الاشي اللي هو الميتاثيسز. الميتاثيسز هي كيف؟ انا بيكون عندي تبديل في المكان، يعني انا بيكون في عندي كلمة فبيختلف عندي مواقع موقع حرفين في نفس الكلمة. فهسا الميتاثيسز شغل نوعين، اول نوع اللي هو بس تبديل في مكان الاحرف وبيكونوا الحرفين ورا بعض، زي مثلا في عندي هون هاي أكسين وفي عندي أسك، هذا الصوت اللي هو الكا وهي السا، تمام، وعندي الأسك،
فأنا صار عندي التبديل في مكان الكا والسا. هون كان عندي كا سا، هون صار عندي سا كا. زي مثلا عندي فرست فهي تطورت وصارت عندي فرست. عندي تبدل مكان الفاول مع الار، وهون مكان برضو صار عندي بدل مكان الفاول الار بعدين فاول صار عندي الفاول بعدين ار، وصارت عندي الكلمة فرست. طيب ناخذ كمان امثله. في مثلا هون برينان، وفي عندي هون برنان. فانا هون اتبدل عندي برضو كان عندي الار بعدين فاول، صارت عندي او هون برن كمان بتصير، صارت عندي الفاول بعدين الار. اخر مش اخر اشي، في عندي هون اللي هي بريد وبيرد، هون برضو بين الار والاي والاي والار نفس المثالين اللي قبل. في عندي هروس وهورس، برضو الار والفول الاو اجا تبدل مكانهم صار الاو بعدين الار. في عندي هون اللي هي الوابس وصارت واسب، انا هون تبدل عندي الاس والبي صارت البي بعدين اس، هون صارت اس بعدين بي. طيب في عندي كمان شغلة، في عندي الكاوبويز مرات في عندهم بلفظوا بعض الاكسبرشنز زي مثلا pretty good، فهم بيحكوا pretty good، فهون صار عندي تبديل برضو في مكان الار والفاول، صارت بدل من pretty صارت pretty. في كمان بعض ال accents الامريكان accents ما بيحكوا ask بيحكوا asked، تمام؟ فاحنا ممكن يعني هاي برضو بتنسمع في بعض الامريكان accents او الامريكان يعني اللهجات مش accents اللي هي بعض اللهجات الامريكية يعني مختلفة، بدل ال ask بيحكوها asked. هسه في عندي كمان نوع، حكينا النوع الثاني من الميتاثيسز اللي هو بيكون non adjoining sounds، يعني مش شرط يكون عندي ورا بعض. هون كان على طول الصوتين ورا بعض، هون لا الصوتين مش ورا بعض، في بينهم مسافة. زي كيف ناخذ مثال، في عندي Spanish word اللي هي بولبورا بولوبرا تمام، تغيرت عندي من فورم اخذت صار عندي في اللاتيني بورابولا، فانا هون اتغير عندي ترتيب الاحرف. فبنلاقي انه ال والار، شوف كيف هاي ال هون هاي الار وهاي الار وهاي ال، تغير عندي مكانهم في بينهم مسافه مش متجاورات ورا بعض. في هون كلمه الميركل بالانجليزي هاي اللي هي هون في عندي ميراكولوم في الاسبانيش ميلاكورا، هون برضو هاي الار وهاي ال وهاي ال وهاي الار في بينهم مسافة مش ورا بعض. كلمة وورد في عندي اللي هي بورابولا، وعندي بالابرا تمام، هي نفسها كأن كلمة حكينا عنها فوق، عندي هاي الار والال في بينهم مسافة. في الدينجر معناها بيراكولوم، وفي اللي هي بلاكيورا هاي الار والال برضو نفس الفكرة، صار في عندي تبديل بينهم. في كمان مثال نقدر ناخذ من اللغة العربية، كلمة ملعقة ومعلقة، في ناس تحكيك يعني هي ملعقة وطورت وهيك وصارت في بعض اللهجات تنحكى معلقة ومعلقة. طيب نكمل. في عندي اشي اسمه اللي هو epenthesis تمام. هسا في عندي الepenthesis والprothesis. هسا الepenthesis هو addition of a sound in the middle of the word، انا بضيف صوت في نص كلمة تمام. يعني ناخد مثال زي كيف، في عندي هون amity كانت هاي الكلمة، شو صارت empty، اضفت هون صوت البا. في عندي اللي هو السباينل صارت سبندل، انا هون ضفت صوت الدا. في كان عندي اللي هو تمر صارت تيمبر، فانا هون ضفت عندي البا. فهون قمنا باضافة صوت البا مثلا بعد نيزل ما، زي ما في عندنا هون في كلمة امبتي. وبنقدر برضو في كلمات بعض مرات مثلا لما نحكي كلمة something، ف
فمرات هيك تلقائي بتطلع something بيجي عندي هون زي كيف اللي هو صوت الكا، او لما مثلا كلمة فيلم تلفظ فيلم تمام، او نيجي نحكي اللي هي arithmetic بتصير عندي arithmetic تمام. والله بعض الكلمات انها هيك بصير كيف. طيب المهم، فهاي هي بعض الأمثلة. يعني هون عندي اللي هي حكيناها الـ something صارت something، والفيلم فيلم صارت فيلم، والهاي الكلمة. هذول أمثلة على اللي هي الـ epenthesis في المودرن انجلش أو اللي هي الإنجليزية الحديثة. نيجي لإشي اسمه prothesis. طيب كيف نميز بين اللي هو الـ epenthesis والـ prothesis؟ prothesis الـ prefix pro بدل عندي على إشي في البداية، في البداية بيكون مش في النص. الـ epenthesis هو بيكون في نص الكلمة، بضيف إشي في نص الكلمة. الـ prothesis بيكون عندي في أول الكلمة. طبعاً هسا في عندي شغلة كمان لازم أعرفها، إنه الـ prothesis هي غير موجودة حاليا، هي مش موجودة في اللغة الإنجليزية، موجودة في اللغات الأخرى. أنا بضيف صوت في بداية الكلمة، إذا الـ prothesis بضيف صوت في بداية الكلمة وهي مش موجودة عندي في اللغة الإنجليزية. نأخذ مثال زي عندي اللاتين والسبانيش، وهاي الكلمات بالإنجليزي بس عشان أنا أعرف معناها. مثلا كلمة school، في عندي سكولا، في السبانيش بتصير اسكولا. ضافوا عندي هون أنا ضفت اللي هو هذا إيش بنحكي له prothetic vowel، هذا الإي كان عندي سكولا ما في إي صارت اسكولا. عندي سبيرتس صارت اسبيرتو، صار كان عندي سكرايبر صارت اسكرايبر، كان عندي سبيرر صار عندي اسبيرر. فأنا هون إيه في عندي هذا الإيه ساوند أنا بضيفه. كمان نقدر نلاقيها إذا في عندي مثلا إسبانيين بدهم يتعلموا اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، إن هم أصلا نيتف يعني إسبانيين وبدهم يتعلموا اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، فإيش ممكن نلاقيهم بيحكوا؟ بدل ما يحكوا strange رح يحكوا strange، بدل ما يحكوا story رح يحكوا story تمام. فهاي لأنهم بتكون عندهم شوية صعوبات وما بيقدروا يعني يحكوهم وهيك، وبتواجههم بعض المشاكل تمام. إن شاء الله تكون الأمور تمام لهون. هسا خلصنا من إشي اسمه sound changes، جينا لإشي اسمه اللي هو syntactic changes. syntactic changes اللي هي بتكون تغيرات في الجرامر، في البناء القواعدي. هسا في syntactic changes في عندي ثلاث شغلات رح أحكي عنها. عندي اللي هو ال word order، في عندي ال loss of inflection، وفي عندي ال negation. طيب نيجي لأول واحدة اللي هي ال word order. إنه أنا في كان عندي في ال old English بلاقي ترتيب اللي هو subject verb object، يعني أنا بحكي فاعل بعدين فعل بعدين مفعول به، أو مقدر نختصر بنحكي عنه SVO. هذا هو كان old وحاليا هو most common يعني في modern English، وهو الأغلب والشائع اللي بنلاقيه. بس مرات ممكن يصير في عندي أنا بعض الاختلافات في الorders اللي هي حاليا غير موجودة أبدا وغير مستعملة. لحظة نلاقي وين نخلص أكثر، مش عارفة ممكن داهي. حكينا إنه قديما كان شائع إنه كان في عندي الحكينا اللي هو فاعل فعل مفعول به يعني لو SVO، وبعدين وفي ممكن برضو إحنا نكتشف إنه في كان شغلات ترتيبات orders أخرى بس هي حاليا إحنا ما بنستعملها. زي إيش هاي الorders؟ في عندي إنه يجي الفاعل subject بعد الفعل اللي هو الverb. زي مثلا نحكي فيرد هي، ترجمتها هي traveled هي، احنا بنعرف انه هي traveled، بس هاي الستركتشر هاد صار يعني عندي هون اجى السبجكت بعدين الفيرب. طيب في عندي انه يجي الاوبجكت قبل الفعل اللي هو قبل الفيرب، زي كانت عندي هي هاني
قسه مش عارفة انا اللفظ لانه يعني مش انجلش ترجمتها هي هم سو احنا بنعرف هي سو هم بس هون انا صار عندي خربطة ويعني صار عندي هون هاي اللي هي القاعدة تاعت الاوردر وورد او الاوردر فورمز. طيب وفي برضو هون انه يجي المفعول به اصلا في بداية الجملة كلها في عنده هون هم مان ني سيلد ترجمتها هم مان نوت جيف اني تمام فانا هون اجي عندي الهم اجت الاوبجكت في بدايه الجمله. طيب ان شاء الله هي تكون واضحه. ضل عندي في شغلتين نقطتين. هسه نيجي لنقطه النيجيشن. هاي النقطه ايش بتحكي؟ هسه انا في عندي اللي هو سيكونس كان موجود قديما اللي هو نيسيلد او مثلا نوت جيف اللي هو is not now no longer grammatical انه انا استخدم النوت كنيجيشن لحالها يعني انا ما بحكي not play لازم يكون في عندي helping verb او يعني اي اشي يوقف مع الجمل مع الكلمة مع الverb عشان انا اقدر انفي ما بقدر انفي الverb لحاله فانا بحكي مثلا I didn't play او he didn't play ما بقدر احكي he not play. طيب حكينا ان لازم يكون في عندي helping verb. هسا زمان في الصيغ القديمة كان في عندهم اشي اسمه double negation. ايش يعني double negation او double negative construction؟ هذا انه يكون عندي اثنين negation. في عندي هون طبعا هاي الكلمة الجملة سيلدست سو نفر توقع اللي هي معناها not gave you never. هون عندي not وعندي never. هسا هون في عندي two double يعني في عندي double اللي هو negative constructions أو two negations اللي هي not ne والnever اللي هي never. هسا هذا حاليا هو خطأ يعني grammatical هو يعني مش موجود بس إنه هو كان موجود قديما. فأنا we would now say you never gave تمام ما بنحكي you not gave never ما بنحط نفيين نستخدم نفي واحد تمام. فأنا من الأفضل إلي يا إما أحكي you never gave أو you haven't gave بس ما بقدر أحكي you not gave never إنه يكون عندي double negations أو double negative constructions. آخر إشي عندي في يا جماعة في chapter 17 اللي هو loss of inflection. ايش يعني loss of inflection؟ الانفليكشن اللي هي الكلمات او suffixes اللي بتكون مرتبطة بالافعال او ممكن هي مش محتكرة بس على الافعال اللي بتغير عندي طبيعة الكلمة على مين بتعود. يعني مثلا هسه هون بس انه هاي نفسها على اللي حكينا قبل انه في الجملة في عندي خصائص القواعدية اختلفت فاختلفت من verb subject object صارت عندي subject verb object زي هاي and not gave you me never kid اتغيرت عندي. هسه اللي انا بدي احكي فيه انه انا هون في هاي اللي هي قاعدة اللي هي loss of inflection إن أنا بتم خسران وفقد العديد من المقاطع المتصلة بأجزاء من الكلام. يعني لو بدنا نيجي نبحث أو نشوف راح نلاقي إنه سيلد معناتها جيف لما ارتبطت عندي بفعل الهي صارت كتابتها سيلد بس يو جيف لما ارتبطت عندي مع البروناون يو صارت سيلدست. هاي الشغلات كثير بتشبه بالعربي لما نحكي مثلا أنت أنتي أنتما أنتنا أنتم هذول كلهم بالإنجليزي هم يو. إحنا هون في الإنجليزي ما في عنا هاي الشغلات عنا هاي كلها يو. طيب هل هي بس ترتبط بالأفعال؟ لا ما بترتبط بس بالأفعال ممكن ترتبط عندي هاي السفكسز بالناونز. يعني مثلا ممكن ألاقي ناون بيعود على مثلا مؤنث غير عن noun لما يعود على مذكر غير عن noun لما يعود على جمع. الadjectives زي لما نحكي مثلا جميلة عن بنت جميلة او نحكي عن مثلا ولد جميل. ف
فبتختلف عندي كيف الصيغة. برضو بتنضاف للارتكلز والبرونونز وهيك. هاي كلهم هدول يعني مش بس انا مقتصر عندي على الافعال، برضو على النونز والادجكتيفز والارتكلز والبرونونز، هاي كل اشياء بنلاقيها. وبس والله هيك، هذا هيك بيكون خلص chapter 17. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اي حدا بيحتاج اي شيء ما يتردد ويبعث لي، وان شاء الله يعني ما بقصر مع اي حدا. وgood luck.